تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان أمس الأحد اللي يحبه كل أحد، بداية أسبوع جميلة وإيجابية. أهم شيء نبتدي كل أسبوع بروح إيجابية وابتسامة وسيعة عشان يمشي الأسبوع مثل ما إحنا نحب. تي تبث طاقات إيجابية من عندنا، ذبذبات تطلع في العالم، بالتالي تقابل ذبذبات إيجابية أخرى تخلينا دائما تي صحتنا أفضل ونعيش بصحة وسعادة، ويكون مجتمع يتمتع بالصحة والسعادة. طبعا دام قلنا صحة وسعادة فأكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية أرحب اليوم معاي بالمخرج أيمن سرحي. صباحك ورد يا أبو نوح. أنا أحب لما أيمن يكون معاي، خليني أسولف على راحتي في البرنامج، ما يقاطعني حتى لو خلص وقت البرنامج، فهي فرصتكم. وما أنسى في التنسيق ميرا المري معاي اليوم، ونذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا. عندنا اليوم مجال نسولف بما أن أيمن سرحين معاي اليوم في الإخراج. تواصلوا معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. طبعا هذه الأرقام عشان ترشونا ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، شكاويكم. عندكم شكر، رحتوا مكان في هيئة الصحة لقيتوا خدمة متميزة تستحق أنكم تشكرونها، أو رحتوا مكان لقيتوا خدمة جيدة لكن ممكن تتحسن بشيء بسيط، فتواصلوا معنا طرشون الاقتراح لتحسين هذه الخدمة. وأنا دائما أقول عن موضوع الاقتراحات يا جماعة، دائما اقتراحات المتعاملين هي الكنز اللي احنا ندور عليه. اقتراحاتكم وايد تساعدنا في تحسين الخدمات. ترى أريد أقول إن الخدمات إحنا نقدمها نحن ننظر لها من وجهة نظر مقدمين الخدمة، وأنتم تنظروا لها من وجهة نظر متلقي الخدمة. وجهتين نظر نبات نوص، يعني نكون كلنا على نفس الصفحة عشان نقدم لكم أفضل خدمات. وكل التحسينات ترى تشوفونها في خدماتنا، المدخل الأكبر لها صوت المتعامل، المدخل الأكبر لها كصوت المتعامل، لأن في النهاية الخدمة لازم تكون مصممة لكم أنتم. فتواصلوا معنا. وأريد أقول أي حد عندنا اقتراح في أي مركز صحي حد تابع له يروح على طول إدارة المركز ويقدم الاقتراح. في هناك فورمة اسمها وصل صوتك على الاستقبال، يمليها بالاقتراح اللي يساعد في تحسين الخدمات. أو عندك اقتراح كبير ما تقدر تعبر عنه بالكلام، توجه لإدارة المركز وقدمهم الاقتراح عشان تكون أنت اللبنة الإيجابية في سبيل تحسين الخدمات. نذكركم أرقام التواصل مرة ثانية 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. في بداية البرنامج دائما يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا، ومو بس فقرة عن السوشيال ميديا، هي فقرة جديدة السوشيال ميديا، ونختمها دائما بالرسائل الإيجابية. حابة أشكر فريق الإعداد والتنسيق الموجودين في إدارة الاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي لإعدادهم برنامج صحة وسعادة كل يوم. ترى إعداد البرامج يا جماعة مو شيء بسيط، هذا جهد كبير كل يوم، إعداد برنامج مع الدراسة مع الضيوف مع المداخلات مع غيره كله ياخذ جهد. يشكر أنتم الجنود المجهولون، أنتم الجنود المجهولين، فهذا شكر لكم جميعا. وأسمى الجناحي ما شاء الله نشكرها أيضا، تحضرنا كل يوم فقرة السوشيال ميديا والرسالة الإيجابية مالت كل يوم اللي تنشر أيضا. إذا تتابعون حسابات هيئة الصحة تويتر فيسبوك إنستغرام تلاقون الرسالة الإيجابية موجودة. فنروح لأسمى ونشوف شو عندها من جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي يا أسمى. صبحكم الله بالنور دكتورة عينة، وعليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء. شو هو جديد السوشيال ميديا؟ جديدنا اليوم نحن موجودين اليوم في منصة صحة العرب، وهذا معرض عندنا منصة في معرض صحة العرب سوري، وهي بتكون تاريخ 27 ل 30 يناير. ممكن الجميع أن يجون يتعرفون على الخدمات الجديدة وأحدث الخدمات اللي عندنا، سيتم عرضها
وايضا راح نطلق خدمات جديده خلال المعرض، فيترقبون حسابنا ان شاء الله في هالفتره، وكل الخدمات هي لها تواصل وعلاقه مباشره بالجمهور. يعني فنتمنى من الجميع اللي يقدر يمر مركز تجاري لحين منصات رقم CC 130. ايضا من ضمن الاشياء نحن مستمرين في حمله او التوعيه بفيروس الورم الحليمي البشري واللي هو معروف فرضا عنق الرحم. كانت المعلومه تقول ان اللقاح يعني يمكن ان يقي بنسبه اكثر من 90% من سرطان عنق الرحم، فنحن نشجع الكل اللي في العمر المناسب لاخذ اللقاح لا يتردد. ممتاز. ايضا من ضمن الاشياء ان نحن اليوم نتكلم في صحه لايف، نطلع لايف ساعه كامله نتكلم عن الجلوكوما وامراض العيون. يعني نتمنى كل حد عنده انستغرام او بريسكوب يكون موجود معانا في هذا التوقيت. من ضمن الاشياء ايضا اللي نحن قاعدين ناكد عليها اللي هو مسح دبي للعيون. اذا جتهم اي مكالمه يقول لهم انهم يشاركون من مركز دبي للاحصاء ان يشاركون في المسح الخاص بالعيون، نتمنى ان يكون في تجاوب، لانهم راح يغيرون في الخدمات اللي موجوده، راح يغيرون طريقه استراتيجيه خدمات مقدمه للعيون في اماره دبي. فالموضوع هذا على عاتقهم، وجزء يعني من يعني بس مجرد انهم يحتاجون يسوون الفحوصات اللازمه، وراح يساعدون مو بس يساعدون نفسهم، يساعدون غيرهم من المقيمين والمواطنين في اماره دبي. ايضا خدمه طبيب لكل مواطن ناكد انها راح تسهل عليهم وايد، ونتمنى بس انهم يستخدمونها، وراح توفر عليهم الحضور الشخصي للمستشفيات والمراكز اذا كانت الحاله غير طارئه. ونختمها بالرساله الصباحيه الايجابيه اللي تقول: تأمل الأشخاص من حولك، اجعل من تصرفاتهم وأفكارهم إلهاما لك. أحيانا حتى أبسط الأشياء اللي حولك ممكن تلهمك للأفضل. فنتمنى أن نحن يعني حلو أن الواحد يركز في اللي حوله، وإلا ما بيطلع شيء يلهمك في شغلك، في حياتك، في علاقاتك، لكن تأمل تصرفات غيرك وتأمل الأشياء الإبداعية اللي يسوونها. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسمى حبيبتي، شكرا لك، نهارك سعيد. من فقرة السوشيال ميديا رح ننتقل إلى فقرة التغذية، واليوم موضوع شوية مختلف، مو علاقة الأكل بزيادة أو نقصان الوزن، لا، علاقة الأرق أو قلة النوم، وأظن هذا يعني موضوع ناقشه فيه أكثر مع مرة في صحة وسعادة، إن علاقة النوم أو كثرة النوم أو قلة النوم، وبالعادة دائما نركز على قلة النوم أو الأرق، وعلاقته بالوزن، هل يزيد الوزن، هل ينقص الوزن، أو هم ما له علاقة أصلاً. راح نشوف هذا مع خبيرة التغذية الأستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة ريهام. أهلا دكتورة. أهلا فيك. خبرينا، الأرق أو قلة النوم شو علاقته بالوزن؟ يزيد والله إذا ينقص زين يعني، بس ما أدري أنا بس ما ينقص. شو علاقته؟ تمام. هو في دراسات أجريت مؤخرا وجدت إنه في علاقة ما بين عدم الحصول على ساعات كافية من النوم أو قلة النوم وزيادة مخاطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة. أنا قلت بعد هو زيادة الوزن الكل شيء يؤدي لها، نقصان الوزن شيء واحد. نقصان الوزن لازم نسكر حلجنا نمشي ريولنا، زيادة الوزن كل شيء، الأرق كل شيء. التغذية السليمة إجمالا يعني تساعدنا على كل شيء، صح، على الوزن الصحي، كمان النشاط البدني، بيساعد على أنه نحافظ إن شاء الله على يعني الوصول لأوزان صحية وأوزان مثالية. ممتاز. طبعا زي ما نعرف النوم لساعات كافية ضروري جدا لصحة الجسم الجسدية وللصحة النفسية، فكيف بيكون هناك في علاقة بين قلة النوم وكيف علاقته أو ارتباطه بزيادة الوزن؟ يعني وجدت بعض الأبحاث أنه قلة النوم بتؤدي لعدم التوازن بين الهرمونات المسؤولة عن الشبع والجوع في الجسم، فبالتالي بقل إفراز هرمون اسمه الليبتين اللي هو الهرمون اللي بيعطي الإحساس بالشبع، وبزيد الإفراز الهرمون اللي اسمه غريلين اللي بزيد الإحساس بالجوع وبحافة الشهية. فمع قلة النوم بيؤدي إلى نوعا ما يعني خلل أو عدم توازن في هاي الهرمونات، فبتحفز عندنا الإحساس بالجوع وبتزيد من الشهية. كمان قلة النوم ممكن بتأثر على اللي بنسميه insulin sensitivity، أو هي حساسية الأنسولين ومقاومة
يعني بتزيد من مقاومة خلايا الجسم للأنسولين. زي ما نعرف هرمون الأنسولين يفرز من الكبد يساعد على أنه خلايا الجسم تستفيد من السكر في الحصول على الطاقة، وبالتالي بتصير معدلات السكر طبيعية في الجسم. عند عدم الحصول على سعات كافية من الأنسولين بتزيد مقاومة الخلايا للأنسولين، وبالتالي ترتفع نسبة السكر في الدم. مع زيادة ارتفاع السكر تزيد إفراز أيضا الأنسولين حتى يعمل على توازن معدلات السكر المرتفعة في الجسم. مع زيادة الأنسولين بيزيد الإحساس بالجوع وبميل الجسم لتخزين الدهون، لأنه كميات السكر في الدم ما تمت معالجتها بصورة صحيحة. كمان حتى إحنا على نفسنا لو بنلاحظ، إذا أنا مثلا ما أخذت ساعات نوم كفاية، أو كان مثلا عندي عمل لساعات متأخرة وما حصلت على ساعات نوم كفاية، جسمي يصاب بحالة من الإرهاق وتعب، فبتزيد احتماليات تناولي للأغذية اللي يعني ممكن ألاقيها بوجهي أغذية غير صحية أو بدائل غير صحية عالية بالدهون وبالسعرات الحرارية. وبالتالي مع التعب والخمول والكسل قدرتي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بتقل، فبالتالي بتزيد عندي احتماليات زيادة الوزن أو حتى السمنة. فهاي من بعض الأسباب اللي ممكن تكون مرتبطة بزيادة الوزن عند عدم الحصول على ساعات نوم كفاية. ممتاز، معناه أن زيادة قلة النوم تخلي الإنسان معرض لزيادة الوزن بسبب كل النقاط اللي أنت ذكرتيها. صحيح. هلا بتختلف ساعات النوم الموصى بها حسب العمر طبعا. يعني الاطفال الحديثي الولاده بيحتاجوا لساعات نوم اكثر. احنا بنتكلم عن المرحله هاي، يعني انا بحب اركز خاصه على اطفال باعمار المدارس، اطفالنا يعني ما قبل مثلا مرحله المدرسه بعمر 3-5 سنين، او حتى اطفال المدارس من عمر 6-12 سنة، أو حتى المراهقين لازم يحصلوا على عدد ساعات كفاية، بتختلف حسب العمر. يعني ممكن الأطفال الحديثي الولادة بيحتاجهم 14-16 ساعة في اليوم، بينما المراهقين أو يعني بعمر المدارس ممكن تمتد 12 ساعة، البالغين لحد 7 ساعات تقريبا، فبتختلف احتياجاتهم. فإحنا بنركز دائما على أنه الأطفال بعمار المدارس يحصلوا على ساعات نوم كفاية حتى ما يكونوا معرضين لزيادة الوزن وبالتالي الإرهاق، وثاني يوم عدم التركيز في للقيام بأعمالهم المدرسية. ممتاز. احتياجاتنا بتختلف حسب العمر. ممتاز ممتاز، شكرا لك أستاذة ريهام أحمد اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بخصوص الأرق أو قلة النوم وعلاقته بالوزن، مثل ما قالت طبعا يزيد الوزن. كان أمل تقول يقل الوزن بس للأسف كله يزيد الوزن. فشكرا لك أستاذة ريهام ونهارك سعيد. شكرا، مع السلامة. شكرا. طبعا يعني كل شيء في حياتنا اليومية للأسف قاعد يؤدي لزيادة الوزن، يعني فهذا يدل انه ما في تقولون مختصر شورت كات لإنزال الوزن. إنزال الوزن معروف، نسكر حلجنا شوي، نحرك ريولنا شوي، ينزل الوزن. واهم شيء اهم شيء ان ما ننجرف وراء هذه الحملات الدعائية اللي تقول اشربي شاي، كلي بسكوت، حطي كريم يحرق دهون وانت نائمه. يا اله الا الله، لا يحرق دهون وانا نائمه. كان والله بنوزع منه على مرضى السكر، مساكين السكر ما قاعد ينتظم والسبة زياده الوزن اللي عندهم، والله هالشاي بنوزع ببلاش. بس واضح جدا ان هذه المنتجات اللي تروج لانقاص الوزن فيها 10 علامات استفهام، غير امنه، مش موافق عليه من هيئه الغذاء الامريكيه. فنكون شوي واعين اكثر يا جماعه في هذا الموضوع. رح نروح إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل رح نواصل صحة وسعادة. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. في رسالة من مستمع يقول صباح الورد، برنامجكم جدا جميل، أتابعكم بشكل يومي، معاك هشام. مشكورة، شكرا لك أخوي هشام لأنك أخذت من وقتك وطرشت لنا هذه الرسالة، نتري مداخلات أكثر منك إن شاء الله. لما أخذنا فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي، قالت عن معرض الصحة العربي، طبعا تشارك هيئة الصحة بدبي بحزمة من مشاريعها ومبادراتها وخدماتها الذكية خلال معرض الصحة العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى الخميس المقبل. تستعرض الهيئة خلال هذه المشاركة العديد من إنجازاتها وتجاربها وخدماتها المتميزة الموجهة لمختلف
أفراد المجتمع ومنها خدمة دوائي لتوصيل الأدوية لمنازل المتعاملين. للحديث عن هذه الخدمة وعن مشاركة هيئة الصحة في معرض الصحة العربي صرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور علي. صباح الخير. أهلا. صحة صحة على قلبك. أهلا. دكتور علي، نبدي أولا نعرف الناس ونذكرهم بخدمة دوائي لتوصيل الأدوية. طبعا أول شيء أشكرك دكتورة على الاستضافة هذا التليفون وهذا البرنامج رائع معكم جميل جدا واللي يخدم المجتمع. شكرا. طبعا هذا يدل على اهتمام هيئة الصحة بالمجتمع وتساعد المرضى وتثقيف المجتمع. هيئة الصحة دائما تسعى بجهود يعني ان طبعا احنا إدارة الصيدلة حسب توجيهات المدير العام معالي حميد القطامي وتوجيهات وان شاء الله الحكومة الشيوخ الله يطول عليهم في سعادة المجتمع وسعادة المرضى وتثقيف المجتمع. في كذا شيء وحماية المجتمع ايضا. فكرة الدوائي هي توصيل أدوية إلى منازل مجانا للمرضى إلى منازلهم أو إلى مكاتبهم أو أي مكان يحتاجون إلى أماكن عملهم أو إلى منازلهم أو إلى أي مكان هم يطلبونه. دوائي هي جاء طبعا تسهيل عملية وطبعا توصيل أدوية للمرضى وتسهيل وتقليل معاناتهم وطبعا كل هذه لها محصلة علاجية أو كل ما المريض حصل على تم تسهيل عملية حصول على الدواء وكل ما زاد التزامه بالدواء كل ما كانت المحصلة العلاجية أفضل كل ما وصلنا إلى مجتمع في أقل أمراض وفي طبعا مثقف ومحصلة علاجية أفضل وسليم وصاحي. طبعا هاي كلها يعني نسعى إلى السعادة وإلى تحسين وتقليل معاناته. فدوائي طبعا هي الحمد لله إلى اليوم إحنا وصلنا حوالي 150 توصية دوائية للمرضى وبدت تزيد شوي شوي الأشياء اللي عند طلبات المرضى. ما فيها حدود يعني مش مثلا ما بس احنا بنوصل أدوية للمرضى اللي هو ذوي الحاجة مثلا المحتاجين كبار السن او اصحاب الهمم، لا احنا نوصل لكل واحد كل المرضى اي واحد يطلب الدواء ماله وين بيجي المستشفى او مثلا بعيد هو عن المستشفى او مشغول احنا نوصل له. الوصول للمريض مش وصول مثلا انه والله واحد سواق يودي للمريض وخلاص، لا في معاه صيدلاني يبدا يشرح له كيفيه استخدام الدواء يعني يحطه في جو كانه هو في المستشفى كانه ياخذ دواء من الصيدليه كانه واقف في الصيدليه وياخذ دواء. الجو هذا اللي نعيشه فيه نخليه يحس انه هو مهتمين فيه ونعلمه ونثقفه ونتاكد انه هو عارف كيف يستخدم الدواء. هذه الاشياء احنا اذا علمنا ثقافه المريض سهلنا عليه الحصول على الدواء معناته رفعنا من سعادته ومن رضا العميل معناته وصلنا الى افضل استخدام للدواء التزام بالدواء اذا نتيجته كان محصول علاجيه افضل مجتمع سعيد خالي من الامراض. هذه الهيئه دائما تسعى لاشياء جديده ابتكارات جديده عشان تسهل للمرضى. كانت الاول هي قبل صيدليه متنقله اللي هي توصل للمريض كان في صيدليه ذكيه وهناك موجوده تسهيل او تقليل تضاهم في المستشفيات. اليوم احنا نتكلم عن صيدليه متنقله تصل الى المريض في كل مكان ان شاء الله. طبعا تكون هذه يعني افضل لاسعادهم وعدم يعني انتظارهم في المستشفيات. نعم. دكتور علي، كيف ممكن الحصول على هذه الخدمة؟ عدة طرق ممكن الحصول عليها. الخدمة طبعا ممكن في عندنا ابلكيشن الموبايل ممكن المريض يدخل على الويب سايت من هيئة والابلكيشن ويطلب الخدمة. هذه واحدة. في بعض المرضى يقول لك انا ما عندي هاي الابلكيشن وما عندي ثقافة الموبايل وكبير في السنة وما تبين طبعا ممكن يطلبها من الدكتور هو سيشوف الدكتور يكتب الوصفة يطلبها. ممكن يطلبها من الممرضة ممكن لا كل يقول انا ما كل هذا ما يقول لي تليفون للصيدلية بس تليفون للصيدلية يعطيهم اسمه اوكي رقم بطاقته هم على طول يوصلون الدواء بس بالتليفون يعني
التليفون يشيل التليفون يكلم الصيدلية يقول له أنا أبغى توصلني الدواء. فعندنا عدة خيارات زين يعني أسهلها هي التليفون. ممتاز ممتاز. عشان مثل ما قلت الناس اللي ممكن كبير في السن يحصل على الخدمة وما له خبرة وايد في التكنولوجيا. إحنا بعد عندنا شيء واحد مهم لازم نعرف إن كبار السن وذوي الهمم ما نحتاج يطلبون الخدمة، إحنا بروحنا نوصلها لهم بدون ما يطلبون هم. ممتاز ممتاز. حتى إن هم في زيارات في المنازل ما يطلب الخدمة، إحنا بنحنا بنفسه بدون ما هو يطلبها إحنا بنفسنا نسير نعطي دواء، ما يحتاج هو يطلب الخدمة. ممتاز. دكتور علي، عندكم بعد بالإضافة لتطور اللي حدث في خدمات الصيدلة، هناك نظام متطور لتتبع وتعقب الأدوية. نتكلم عن هذا النظام وأهميته بالنسبة للهيئة والمرضى بشكل عام، ونشرح شوية شو نظام التتبع الذكي للأدوية. هذا النظام طبعا عالمي جدا، هيئة الصحة إن شاء الله طبعا بدأت الطبخة وبكون يعني أولى في المنطقة في الشرق الأوسط. نظام تتبع الأدوية هو نظام يعني إن الدواء يخرج من المصنع بتسلسل معين، رقم معين على العلبة، محفور على العلبة، يتبع هذا التسلسل بشكل ذكي من نظام آلي إلكتروني يصل إلى الهيئة بالنظام هذا عن طريق الوكيل أو مباشرة، ويصل إلى المريض إلى فم المريض. إحنا نتتبع هذا الدواء، الحبة هذه وين طلعت، من أي مصنع طلعت، من أي دولة طلعت، من أي بلد طلعت، وين وصلت، إلى وين تحركت، إلى أين وصلت، إلى الهيئة الصحة، إلى أين، مين أخذها المريض. فلو نبي نعرف هذه الدواء يعني أي آثار لحي الحبة حتى للدواء العلبة هذه نعرف وين راحت وشو مين استخدمها العلبة. الميزة فيها هاي إن أنت طبعا تعرف إن دواك مين أخذها، وين طلع أول شيء، وين مصدر الدواء، وين صار، وين وصل الدواء، وين انتهى. الشيء الثاني نهاية راح تقضي على الغش الدوائي في الدولة. يعني اليوم أنا في الهيئة ما راح أكون، أو في دبي ما راح أكون عندي غش دوائي، لأن راح أطبق نظام التسلسل اللي هو النظام اللي هو تراك أند تريس. نعم. اللي راح يكون يمنع أي غش دوائي. اليوم نشوف السوق مثلا ممكن واحد يجيب علبة ويبيعها، أوكي؟ نعم. ما في هذا النظام، بينتهي يقضى عليه. غش الدوائي هو أكبر مشكلة عالمية في العالم، لكن لما تطبق تراك أند تريس هذا النظام راح تقضي عليه في نفس الوقت، راح تحمي مرضى، راح تعرف أدويتك من مصدرها طالعة، وين رايحة، وهل هي خزت بشكل صحيح أم لا، وهي وصلت للمرضى بشكل صحيح وتعرف توصل لها. فهي فيها حماية للمجتمع، حماية للدولة، حماية للاقتصاد، زين، حماية حتى للشركات اللي هي المصنعة. بالضبط. هل هذا النظام تم تطبيقه وتفعيله في هيئة الصحة؟ وهيئة الصحة هي راح تكون المؤسسة الأولى تتبنى هذا النظام؟ هيئة الصحة هي المؤسسة الأولى تتبنى النظام. احنا اشتغلنا على النظام، ان شاء الله بيتم تطبيقه خلال اشهر، يعني تطبيقه بشكل كامل. بس احنا بدأوا الناس تشتغل عليه في المصانع، يعني الدكتور عارف ان عشان يطبقونه لازم من المصنع يبدأ يشتغل فيه. الشركات بدأت تشتغل في المصنع على هذا النظام، بحيث ان في خلال اشهر شهرين او ثلاثة يكون الأدوية اللي توصل لنا كلها بهالنظام إن شاء الله. ممتاز، إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الذكية والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. هذه المداخلة اليوم بخصوص مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله في تطوير خدمات الصيدلة لتحقيق سعادة وصحة وسلامة المتعاملين. شكرا لك دكتور علي، نهارك سعيد. شكرا دكتور. شكرا. طبعا مثل ما تفضل دكتور علي السيد، ما شاء الله يعني عطانا بالتفصيل خدمة توصيل الأدوية للمتعاملين. الخدمة جدا ممتازة، اللي هو نوصل الدواء إلى باب البيت. مثل ما تفضل دكتور علي، الكبار السن وذوي الهمم ما في داعي أنهم يقدمون على الخدمة، أوتوماتيكيا يتم توصيل الأدوية لهم. الخدمة حاليا في دبي سوف تتوسع جغرافيا إن شاء الله تشمل الإمارات،
طبعا الهدف الأساسي من وجود مثل هذه الخدمات توصيل أدوية، ومو بس الدواء نفسه، مع الصيدلاني اللي يوصل لكم ويشرح لكم كيف تأخذ الدواء، شو الأعراض الجانبية مالته، شو الأدوية اللي تعارض معها. وجود هذه الخدمة طبعا تسعى إلى التسهيل على المتعاملين، مثل ما قلنا، خصوصا كبار السن وذوي الهمم، بدل ما يتعنون ويجون العيادة، وكثير من كبار السن حليلهم عيالهم يدامون أو ما عندهم حد يجيبهم، يأخذون تاكسي ولا ما يوصلون العيادة، يتيهم الخدمة لين باب البيت مثل ما يقولون برسم الخدمة. إحنا رح نطلع إن شاء الله حين فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. ولا زلنا في موضوع مشاركة هيئة الصحة بدبي بمعرض الصحة العربي. أذكركم فيه، معرض الصحة العربي الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى الخميس المقبل. في نفس المعرض تستعرض هيئة الصحة بدبي بتطبيق براعم، تطبيق براعم الذي يهدف إلى الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال، ووضع الحلول العاجلة لتفادي المضاعفات السلبية لهذا التأخر. نتكلم عن موضوع تطبيق براعم، يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة فاطمة العلماء، استشاري ورئيس وحدة الأمومة والطفولة بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتورة فاطمة. هلا ومرحبا، صباح السعادة إن شاء الله. وسهارك أسعد إن شاء الله. دكتورة فاطمة، نتكلم أول شيء، ما هو تطبيق براعم وكيف الواحد ممكن ينزله أو يشوف التطبيق هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق براعم مثل ما قلتي، احنا بعد اسم ثاني أداة دبي لفحص التطور النمائي، أطلقته هيئة الصحة بدبي لتحويل الفحص النمائي للطفل. هو تطبيق براعم أداة لفحص التطور النمائي للأطفال من عمر 9 شهور وحتى 6 سنوات. نعم. الله ينعم عليك. هالأداة تكتشف إذا الطفل عنده مشكلة في الحركة، في اللغة، في التواصل بين الطفل والآخرين، المشاكل اللي الطفل يتعرض له. واستبيان موجز عبارة عن 20 سؤال احنا صممناه في هيئة الصحة بدبي، وبعدين الأم بسهولة ممكن، أي شخص عنده موبايل يروح ينزل موقع هيئة الصحة دبي، بعدين بيشوف أيكون مكتوب براعم. أول ما إذا الطفل هذا من مترددي رعاية، مترددي هيئة الصحة بدبي وأوريدي عندهم رقم هيئة الصحة بدبي، أول ما يحطون الرقم تطلع لهم البيبي، عمر الطفل وكل شيء، والاستبيان حسب عمر الطفل. ولكن إذا الشخص اللي يستخدم التطبيق براعم مو من مترددي هيئة الصحة دبي، قطاع خاص أو وزارة الصحة أو أي مكان آخر، ممكن يحطون عمر الطفل على طول، تطلع لهم استبيان حسب عمر الطفل، متوفر، كل حد ممكن يستخدم هالأداة وتكتشف إذا الطفل عنده أي مشكلة، أي تأخر في أي جهة من 5 أماكن المهمة في جزء في تطور الطفل. وبعدين تطلع لهم مباشرة ريبورت، وهالريبورت يقول للأهل هل طفلك سليم أو يحتاج لأي تدخل مبكر. ومثلا إذا كان في صحة يقول روح زيارة طبيب في هيئة الصحة في دبي، إذا كان في قطاع خاص يقول روح لأقرب طبيب عندكم، الطبيب أطفال في موقع اللي هو دائما معتاد يصير لهم. ممتاز. يعني هذا تطبيق دكتورة فاطمة هو مخصص للمتعاملين، إن الأم والأبو هم يستخدمون التطبيق عشان يقيمون حالة طفلهم، وعلى أساسه يكون في توصيات إنه يصير هل هو طبيعي أو مو طبيعي، ويحتاج تدخل أو ما يحتاج تدخل. صحيح صحيح. التطبيق بالعادة يكشف عن شو، أي أنواع من أنواع التأخر أو شو من أنواع الاضطرابات اللي يكشفها هذا التطبيق؟ أول شيء مثلا عن الحركة، أول في 5 أسئلة عن بشكل عام عن تطور الطفل، 5 أسئلة هاي، مثلا كيف تفاعل طفلك مع الأم والأبو اللي حوالينه، كيف يتحرك مثلا إيد، يستخدم إيد الريلة هل بطريقة صحيحة، كيف يمسك رأسه، كيف السمع عند الطفل. بعد ما أم ترد على هال5 أجوبة أسئلة عامة، بعدين لكل تطور للطفل في 3، مثلا في 3 أسئلة يبين إذا الطفل يسمع عدل ولا لا، في 3 أسئلة إذا الطفل ينطق ويتكلم بشكل طبيعي أو لا، في 3 أسئلة بشكل حركات دقيقة، مثلا هذا كان حركة كبيرة مثلا إيد وريل هني للأصابع،
كيف يستخدم مثلا قلم، كيف يستخدم الملعقة، كيف الأشياء. وبعدين في آخر شيء عن اللي مثلا إذا الطفل واجهت أي مشكلة كيف يتصرف مثلا، أو كيف يستخدم مثلا أدوات يوميا، أشياء اللي لها علاقة بتطور الطفل. ممتاز. وايد يعني على جوابته مثلا نعم او لا، نعم او لا، وبعدين الاوتوماتيكالي سيستم يجمع الاجابه ويقول لي مثلا تاخر الطفل باي مكان تقرير تطلع. ممتاز. دكتوره فاطمه، الفئه العمريه اللي موجه لها تطبيق، انت ذكرتي من عمر 6 شهور، من 6 شهور الى 6 شهور، لا من 9 اشهر، 9 اشهر لحد 6 سنوات، لحد 6 سنوات. وشيء حلو اني في هالتطبيق مثلا اذا الطفل مولود خدج مثلا يسأل الأم الجهاز إن إذا كان الطفل مولود 9 شهور كان في بطن أمه أو أقل، وإذا كان عمر الطفل في بطن أمه أقل من 37 أسبوع يسوي لك الكالكوليشن، لأن إحنا دائما عندنا في الحقيقة نسوي كوريتد إيج. نعم. يعني إذا كان طفل مخدج عشان ما نظلم الطفل نقول هالطفل عمر مثلا 6 شهور وبعد ما يتجلب، وفي الحقيقة إذا سوينا كوريتد إيج فورم يعني 4 شهور. ممتاز. هذا حلو، هي يعني أم لما تكتب يعني عمر الحمل كم أسبوع في بطن الأم، هذا يطب يعني يعدل الوضع ويعطيهم إجابة حسب corrected age من 9 أشهر إلى 6 سنوات، لأن هاي أهم مرحلة العمرية اللي ممكن إحنا نكتشف تأخر في أي مكان الطفل عنده ونقدر نتدخل أسرع والطفل يتعالج أسرع ويكون زين للأم وللطفل. ممتاز. أنت ذكرتي نقطة مهمة كنت بسألت عنها الحين دكتورة فاطمة، إن أهمية يعني الرسالة نوجهها لأولياء الأمور. مثل ما تعرفين إن في بعض أولياء الأمور الأمهات والأبهات يخافون يأخذوا مثل هالأسئلة، يقولك أخاف يطلع في ولدي شيء مو طبيعي وأنا أحس إنه مو طبيعي. فنبان نوجه رسالة للأهل الأمهات والأبهات إن أهمية الكشف المبكر عن أي تأخر أو أي إعاقة نمائية موجودة، وأهمية التدخل المبكر لعلاج هذه الإعاقة عن طريق إجابة استخدام تطبيق براعم. يعني نقول لهم مثلا نمو وتطور طفلك هو رحلة، المراقبة والفحص النمائي تنير لك الطريق. حمل تطبيق براعم من هيئة الصحة بدبي وتابع تطور طفلك. ونقول لهم يعني لا تهملون الكشف المبكر عن تأخر نمائي لطفلك، يحدث فرقا حقيقيا. يعني مثلا اذا الطفل عنده مشكله احنا ما لازم ما نوت اجنور، يعني ما نهملهم. صح. مثلا طفل ما نبي، تدرين اول شيء كان يسوي الطفل يدخل مدرسه يرفضونه. ليش؟ لان الطفل ما ينطق عدل مثل بقيه اقرانه. صحيح. ليش نوصل لهالمرحله اللي ياثر نفسيا على الطفل والاهل والعائله والمجتمع؟ واحنا نكتشفه بسرعه ونعالجهم بسرعه، وبعدين الطفل يكون سوي لما يدخل المدرسه يكون بنفسه على الاقل يتعلم اشياء زيادة إذا ما كان يعرف في أشياء حق عمره. بالضبط بالضبط. أنا شاكر لك دكتورة فاطمة العلماء، استشاري ورئيس وحدة الأمومة والطفولة بهيئة الصحة بدبي، المداخلة اليوم بخصوص تطبيق براعم. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. مثل ما قالت دكتورة فاطمة، هذه رسالة للأهل إنهم ينزلون تطبيق اسمه تطبيق براعم، يسجلون فيه ويأخذون ويحلون الأسئلة، يجاوبون على الأسئلة البسيطة الموجودة فيه. هذا التطبيق مثل ما قالت هو تطبيق بسيط، يعني كل سؤال نعم لا نعم لا. مهم جدا يا جماعة إن يكون عندنا هذا الوعي بأهمية الكشف المبكر. طبعا وأنا أدري هالشيء وأتفهم هالشيء، صعب على أي أم وأب أنهم يعترفون أن في مشكلة نمائية في الطفل، تأخر ذهني، تأخر نمائي، تأخر في الحركة. صعب أن احنا يعني نعترف بهذا الشيء، لكن إنكار المشكلة ما يساعد في حلها. بينما لو أنا اعترفت أن في مشكلة وعبيت الاستبيان هذا الموجود في تطبيق براعم، وديت الطفل سمح الله طلعنا فيه مشكلة عند الطفل ووديته عشان يتعالج، فأنا هني هذه مسؤوليتي أنا كأم أو كأب، إن أنا ما أوقف مكتوف الأيدي مثل ما يقولون، أو أوقف بسلبية وأقول لا ولدي ما في شيء وأنكر أن هناك مشكلة. خصوصا الحين مع التطور، مع وجود وسائل التواصل، صرنا احنا كأهل ترى اوعى من قبل. يعني لو قلنا مثلا عن امهاتنا وجداتنا قبل 50-60 سنة، ما كان في شيء يقارنون على اساسه. يعني لو كان الطفل عنده مشكلة تأخر نمائي او غيره، ما كانت الام
عندها شيء تحكم عليه، والله هي في تأخر أو ما في تأخر، لكن الآن الأم صار بضغطة الزر مثل ما يقولون، يصير تسوي بحث على الشبكة العنكبوتية وتشوف الطفل في كل مرحلة من عمره كيف مفروض يكون تطوره الطبيعي. والحين طبعا مع وجود تطبيق براعم صار الوضع وايد أسهل، أسئلة موثوقة، تحليل موثوق بناء على دراسات وحقائق علمية مؤكدة تساعد الأم والأب على الكشف عن لا سمح الله أي إعاقة نمائية أو أي تأخر في العيال. والله يحفظ إن شاء الله عيالنا وعيالكم. وهذه رسالة، أي حد عنده طفل من 9 أشهر إلى 6 سنوات نزلوا تطبيق وجربوه. رح أروح الحين للدراسة مالتنا. تقول الدراسة: حذرت دراسة حديثة من أن نصف من تهاجمهم الأزمة القلبية المفاجئة والمسببة للوفاة من الرجال يلاحظون أعراضا تشبه الإنفلونزا خلال الأسبوع السابق للوفاة. أعتقد الباحثون أن توقف القلب المفاجئ يحدث في هذه الحالة نتيجة خلل في النشاط الكهربائي للقلب، وتعتبر الأزمات القلبية الصامتة من أكثر مشاكل القلب المسببة للوفاة لدى الرجال. أجريت الدراسة في سيدار سيناي ميديكال سنتر في بلوس أنجلوس، وأظهرت أن 20% من الناجين من هذه النوعية من الأزمات القلبية يشكون من آلام بالبطن والقيء خلال الأسبوع السابق للأزمة القلبية، بينما يشكو 10% من الناجين من الأزمة من أعراض شبيهة بالإنفلونزا. ونظرا لشيوع الإصابة بالإنفلونزا خلال موسم الشتاء، طبعا يتم تجاهل هذه العلامات. تختلف هذه النوعية من الأزمات القلبية عن النوع الشائع والذي يحدث نتيجة انسداد أحد شرايين أو أوردة القلب، حيث تحدث هذه النوعية تسبق أعراض شبيهة بالإنفلونزا نتيجة خلل كهربائي في عضلات القلب. أولا أنا ما بيعم الفزع والناس تقول هي الدكتورة أنا قرأت دراسة تقول إن أعراض الإنفلونزا ممكن يصحبها خلل في كهربائي في عضلات القلب والناس تموت منه. هذه مجرد دراسة تم إجراءها، اكتشفوا أن هناك مو بالإنفلونزا اللي تؤدي، هناك أعراض تشبه الإنفلونزا، احتمال لأن هناك خلل كهربائي في عضلة القلب يسبب أعراض تشبه الإنفلونزا. هل معنى كل شخص عنده إنفلونزا يروح العيادة لازم نسوي له تخطيط قلب ونطلب له كل تحاليل قلب؟ لا طبعا، لأن هذا ما في أساس علمي يقول أن كل شخص عنده أعراض مثل إنفلونزا لازم أطلب له كل التحاليل مالت القلب عشان أكتشف. وغير هذا احتمال التحاليل هاي تطلع ترى طبيعية، ما يكون فيها أي شيء، لأن هذه مو بسبب انسداد، هذه مو بسبب انسداد، ولكن هناك خلل في عضلة القلب. على العموم إحنا دائما نقول إن الواحد دائما يهتم بصحته، يتابع الفحص الدوري بشكل مستمر. هناك فحص دوري يجرى في العيادات لكل الناس سنويا، نسوي فيه مجموعة من التحاليل اللي مفروض الإنسان حسب المرحلة العمرية مالته إنه هو يسويها عشان يساعد على الكشف المبكر عن الأمراض. لكن في ناس، في هناك نوعين من المرضى تلاقين في العيادة، في ناس اللي ما شاء الله وايد وسواسية كل 3 شهور يقولك بعيد التحليل بس عشان اطمن، وفي ناس اللي تعيدك التحليل يوم ما تشوف من العقب 10 سنين يقولك لا مو لازم ما فيني شيء. فالاعتدال زين، المحافظة على التحاليل والفحص الدوري عند الطبيب شيء وايد زين. أنا دائما أقول صحة وسعادة، كل إنسان في هذا الزمن لازم يكون عنده طبيب، أخصائي تغذية، ومحامي، ثلاثة أشياء أساسيات عن كل إنسان في العالم. ليش لازم يكون عنده؟ طبعا محامي لازم، هذا شيء أساسي. ليش لازم يكون عندك أخصائي تغذية؟ لأن مثل ما قلنا وايد في إفتاءات في مجال التغذية وإنزال الوزن في هذا الزمن. حتى والله الحين صار زيادة الوزن، الناس الضعاف تبغى يزيد وزنها، صارت الحين هبة جديدة إن الشاي وما أدري مواد تشربينه يزيد وزنك وهالأشياء. وأيضا طبيب، والحين مع تطبيق نظام المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية تهيئة الصحة بدبي، صار الموضوع وايد أسهل إن أنت تتابع مع طبيب. طبعا كانت المشكلة قبل من غير فعدم وجود نظام مواعيد، إن أنا ما أعرف الدكتور مالي متى بيكون موجود، بالتالي ما رم أحجز موعد معه وما كان في أصلا مواعيد. لكن الآن مع وجود الموعد تواصل مع طبيبك، كون دائما في تواصل مع الدكتور، أنا بتابع معك دائما، مثلا عطني موعد كل 3 شهور كل 6 شهور، اتابع مع نفس الطبيب.
المتابعة مع نفس الطبيب. وأذكر إذا ما خانت الذاكرة من فترة قرينا دراسة إن المتابعة مع نفس الطبيب تعطي نتائج أفضل. هي أعتقد حتى قرينا دراسة أظن السنة طافت في صحة وسعادة إن المتابعة مع نفس الطبيب تساعد في الكشف مبكر عن الأمراض وفي تحسين مخرجات المرض. ليش؟ لما أنا أشوفك كمريض عندي في العيادة مثل ما يقولون تكبر قدامي يعني على مر السنوات والشهور تتابع معي، أنا أكون أقدر أن أنا ألاحظ أي تغيير عندك حتى لو كانت تحليلك ترى طبيعية. الطب خصوصا طب الأسرة مو بس أرقام، مو بس تحليل، أطلب لك حتى في مشيتك، حتى في بنيتك، حتى في لون جلدك، في شكل عينك، هذه كل إحنا نلاحظها لما المريض يدخل. احنا لما نريد ندخل عندنا العياده في داخل المكتب احنا نسوي مثل سكان من فوق لين تحت، نشوف كل شيء، نلقط هذه المؤشرات اللي يمكن انت ما تكون ملاحظينها وايد او ملاحظينها لكن ما معطينها اهتمام. فتخيل وانت تتابع مع نفس الطبيب كل مره عيننا تكون خلاص مدربه انها تعودنا على شكلك، فكل تغيير في جلدك، في هيئتك، في عيونك، في شعرك احنا نقدر نلاحظه اوتوماتيكيا ومبكرا. فاحرصوا انكم تاخذون موعد مع طبيب الاسره قبل التوجه لي طب الأسرة للعيادة. وأيضا أسمى الجراحي ما تقصر كل يوم تذكرنا بموضوع طبيب لكل مواطن. يا جماعة عندكم استشارة ما يعني مثلا تبون تستشيرون مثلا عن الدواء، تبون تحليل، تبون نتائج تحليل، حتى بعض الأعراض كحوز شامل عادي ممكن تتصلون في خدمة طبيب لكل مواطن. كيف نستخدم الخدمة؟ نفتح تطبيق هيئة الصحة بدبي، ندخل على الطبيب لكل مواطن ونسجل مثل كل تطبيقات يوزر نيم باسورد وهالأشياء، ونتصل على 800342 ونطلب موعد لطبيب لكل مواطن. بعدين مثلا موعدي الساعة 10، الساعة 9:50 دقيقة يعني 10 دقائق قبل الموعد أدخل على التطبيق لكل مواطن، رح يكون في الغرفة اللي هي مالت الموعد مالي، وأدق من دي وقت الموعد مالي الساعة 10 أدق على هناك زر مثل كاميرا، أدق عليه تفتح الكاميرا ونبتدي بالاستشارة. فمهم جدا يا جماعة يكون عندنا وعي بهالخدمات المختلفة الموجودة في هيئة الصحة بدبي تسهيلا لكم. أبغى خدمة صغيرة، أبغى استشارة، ما في داعي أي للعيادة وأدور باركينج وغير هذا، أختلط مع مرضى آخرين، هذا يكح وهذا يعطس، ينقل لي فيروسات، وين في بيتي، وين في دوامي، وين في كوفي شوب، اخذ على الخدمه ممكن مع كاميرا، مع شغل الكاميرا او ممكن تسكر الكاميرا اذا ما تبغى الطبيب يشوفه هيك، مثل خصوصا النساء. احنا وصلنا الى نهايه برنامج صحه وسعاده اليوم. شاكره لك ايمن سرحي معي اليوم في الاخراج، وميرا المري كانت معي اليوم في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا. الى ان القاكم ان شاء الله بالحياة الاسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.